تعديل أمرين ممول الحفلات مقيم بالديار الأوروبية دخل دابا تقريبا المغرب واحد تقريبا كنمشيو بين عندي شي 24 سنة ديال الغربة ودخلت الحمد لله حنا فرحانين بالبلاد ديالنا والناس ديالنا ناس المغاربة ديالنا بالنسبة بحكم أنا عاشر جميع الناس الجنسيات بنا راه المغاربة راه ناس طيبين هو دوزنا 24 عام دائما كانت عندي فكرة باش نرجع لبلادي حيت هي الأم ديالي الثانية سي نورمال عندي والدي هنا عندي عائلتي ميمكنش غادي نبقى في هذيك البلاد دخلت الميدان ديال تمويل الحفلات كانت عندي الفكره واحد المره جابدها غير انا وولادي وهادي كنهضروا قال لي يا بابا ودابا علاش شي نهار هاد الناس هادو تما مساكن اللي ما يتعاونوش ويجوجوهم واش اللي ما عندوش مسكين معاق ما يتزوج وبقات عندي داك الفكره وجاو عندي الاخوان قال لك طيحوا عليا الفكره قلت لهم مرحبا انا موجود وماشي غير دابا كل شهرين انا معكم كل شهرين ثلاث شهور انا معكم عجبني الحال بزاف انا وسط الناس ديال المحمديه ناس طيبين لواحد الدرجه اللي ما تصورش وتا الناس ديالها والسلطات والله ينصر سيدنا البلاد ديالنا كاين فيها ميدار ماشي ما كاينش ميدار كاين ميدار البلاد انا دخلت كانت عندي الفكره مي كنت واقف على شغلي اي حاجه كتنجح غير خصك توقف على شغلك وتعرف كيفاش تسير راسك تعرف كيفاش تعامل الناس ويكون شويه المعقول اي بالنسبه لي انا حتى حاجه ما تخلعنا اي بروجي نقدر نديرو ينجح الله ثلاثه العرسان ولا بغى الله انا والرابع كنشجع الناس اللي عندهم الحاله ديالهم ميسوره اللي عايشين في الديار ديال المهجر يدخلوا يستثمروا راه البلاد تبدلات بغينا حتى الناس نشجعهم يدخلوا الله باذن الله الا طول الله في العمر حيت هذا المشروع مشى مزيان الحمد لله وكنفكر عندي الفكره ان شاء الله باش نزيد نوسع المشروع نشكروا سي عادل العشاب على هذه المبادره لانه حنايا دائما راه الاشاره في فعل الخير وهذا العرس الاسطوري ما هو الا يعني واحد تلبيه واحد النداء باش نفرحوا هاد الناس اللي هما يا في حاجه باننا نكونوا وقفوا بجنبهم وباش نفرحوهم في هذا النهار اللي اي عروسه واي عريس يتمناه وكنتمناو بان كاع الناس تبذل هذا المجهود وديرها بحال هذه المبادرات الخيريه. لاديا فنون رئيسه جمعيه قصار القامه للتنميه والتضامن بالدار البيضاء حي محمدي. كيشرفني ويسعدني انني كنتواجد اليوم بهذا الزفاف اللي كنا مستضفنا الاخ يوسف والاخ مصطفى لهم شكر خاص لهذا الحفل ولهذا البادره اللي ما شاء الله عليهم كيشجعوا الناس وكيشجعوا ذوي الاحتياجات الخاصه على هذا البادره وكنشكرهم بزاف لان التشجيع على الزواج هو شيء جميل جدا جميل جدا كتلقاهم كيساعدوا الناس بهذه الطريقه وكيديروا الاعراس بهذه الفخامه هذه ان شاء الله الله يكمل عليهم والله يكمل على الجميع وشكرا لهذه الاذاعه هذه مشاهدينا معنا عائشة أطلس لبو أطلس مرحبا بك أولا في مدينة محمدية شكرا لنا شارف أنك تكوني معنا كيفاش لقيتي الدعوة أنك تحضري في هذا الحفل الخيري اليوم كان لي الشرف وأنا جد فرحانة أولا كاين في ضمن الجروب الفيسبوك اللي نظم هذا الحفل هذا الخيري اللي كان سميه أنا حفل جميل ولد البلاد ولد أيد إسحاق وتلقيت الدعوة بالعكس بالفرحة عليا صافي بليزيغ من نهار عقلنا على ريوسنا وحنا كنشاركوا في أعمال خيرية ومدى بينا تكون مبادرة من شباب مغربي يعني بهذه الطريقة هذه صافي بليزيغ حبيبتي على راسي وعيني طبعا مسافر الودين يا ميتو يا انا شوف هاي السارة ختمي الزهر وردمخ إذا شيك سنوى وامر يا عندي
جو سافر بوديني يا شي تويان. إذا بهذه المناسبة هذه تنوجه تحيات شكر وتقدير واحترام لجميع الفنانين اللي لبوا النداء ديالنا وجاو باش انهم يشاركوا الفرحه مع هذا العرس اللي في امس الحاجه لواحد الاطلاله من جميع الجهات سواء الفنيه اجتماعيه ثقافيه. فكما تعرفوا ان هذا العرس هذا هو ميساج للجهات معينه نشوفوا من حيت هذا العرس كما تعرفوا اليوم ان كوب اللي عندنا من العرس هو من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني بجوج مقعدين على كرسي فدخلنا فرحه ورساله او ميم طون الجهات المعينه. فاغلبيه الفنانه البو النداء يعني كل شكر اللي سمعت مزيختينو خديجه هي بنت بلادي وكاين الفنانه من البوش النداء ما غاديش نذكرهم والله يسمح لهم وصافي هادشي اللي كاين وكل شكر وتقدير الناس اللي حضروا وخديجه هي راه ضربات الطريق بزاف بنت بلادي راه بنت بلادي هي بس حسن المغاربه كاع ولاد بلادي وكما كتعرفوا المغرب واقف على جوج رجلين الامازيغيه والعربيه حبه من حبه وكريهه من كريه وكل مغاربه ليكم كشباب الله يوفقكم بالنسبه لك شنو هو الاب الروحي كما كنقولوا كاين الكلثوميات والفريديات كاين الرويشيات وحصل لي الشرف في مدرسه سي محمد الرويشه